مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. من الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم. قليل من الزيت، أي نوع الزيت؟ نوضع البطاطا، يفضل البطاطا يكون حجمها صغير، ولكن إذا غير متوفر الحجم الصغير ممكن نجيب حب كبير ونجزئه لأجزاء مثل هيك، 4 أجزاء أو 6 أجزاء. نوضعها البطاطا وبنغلق الوعاء. تقريبا هي بتاخد 10 دقائق او اكتر او اقل. ننتظر حتى يحمر الوجه من تحت. طبعا الحرارة لازم تكون الحرارة اقل من المتوسط، يعني متوسط اقل من المتوسط. هيك بعد تقريبا 10 دقائق نقلبها على الوجه الثاني ونغلق الوعاء وننتظر ايضا 10 دقائق، ممكن اكتر شوية حسب. هيك اصبحت جاهزة، هي تقريبا استوت على البخار. تقريبا الزيت، المعلقتين الزيت اللي احنا ضفناهم موجودين بالاسفل. تغزوها بالشوكة، تأكدوا انه هي استوت مثل هيك، تأكدوا انه هيك استوت. طبعا نفحص كمان واحدة، هيك استوت من الداخل. هي طريقة كتير روعة. وبنوضع بهار او توابل البطاطا، واذا انتم عاوزين انزلكم توابل البطاطا التركيبة تبعتهم اكتبوا لي تحت في تعليقات اذا انتم حابين اعمل توابل البطاطا. هيك شكل النهائي، وهي كتير كتير طريقة روعة وصحية. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.